فأنا طبعاً كنت ابتعد، لكن حتى الأعمال التاريخية صاروا بيعملوا كثير مشاهد خارجي كمان. نعم. حتى هي أنا بلشت شوي يعني إني ابتعد عن هذه الأعمال بحكم مرحلة العمر الواحد لازم يحافظ على حاله. بس من أشعار وخيال سمو الشيخ محمد، من إخراج حاتم علي، من هالممثلين الكويسين، من هذا الإنتاج الضخم، صعب كتير تقول منى واصف لا ما بدي، لا عرفت شلون هذا. نعم. في إغراء كتير كبير، وبعدين أنا بغار بغاري بغار من النجاح، وبحب أكون بهذا النجاح، بحب أني أدخل بهذا النجاح لو بمشهد لو بمشهدين. أنا بحب النجاح، وبحس هي تنفسي واستمراريتي مع هذا العطاء. فلما جميل. بيجي صراع على الرمال بصارع بهالحياة. جميل، رح نرجع إلى صراع على الرمال مع الفنانة منى واصف. ست منى، قلت يا أن سمو الشيخ محمد بن راشد ليس حارثاً للبحر فقط، بل صائداً للغيوم والأفكار الكبيرة. ماذا قصدت بهذا التعبير الذي أخذته عنك معظم وكالات الأنباء؟ أولاً أنا كثير فخورة أنه إجا سمو الشيخ محمد وزارنا بموقع التصوير. وشي تاني، أنا بعرف سمو الشيخ من لما كنت أنا سفيرة للنوايا الحسنة ومؤسساته الإنسانية، ونحن أجينا قدمنا هون أطول يوم في تبرع لأطفال العراق، ولنظرته المستقبلية إنه شو كان ممكن يصير، وقالنا أحكوا بكل حرية. ويعني كان يعني شاعر وإنسان وكريم وحاكم وكاتب وصاحب أفكار. أنا أجيت من الشام، كان شوي شوب، أجيت لقيت طقس الشام. أيه. والغيمات، جبتوا الغيمات معكم؟ أيه لا ما كانت. أيه موجودة. ما كانت موجودة. قمت طلعت هيك، وكنت طبعا أنا يعني بعرف المشاريع اللي عملها وكيف قالوا حارث البحر، وأنه كانت أفكاره خيالية وكذا. قلت له والله أنت مو بس حارث البحر وصائد الغيمات والأفكار، وهلأ بدي أقول لك شغلة تانية. أنا كل مرة بجي، وهي جيت السنة 5 مرات تقريبا من اخر السنه الماضيه للسنه. نعم. وعم شوف هذا الازدحام، وعم شوف كيف عم يدرسوا. انا متوقع بيوم من الايام انه كل واحد يكون عنده من يلي بيسكنوا بدبي سياره وطياره. سياره وطياره؟ سياره وطياره. ومتوقع اني انا حدا يحملني من المطار للاوتيل بطياره. لان يلي عنده كل هالافكار لا يمكن يعجز عن شيء. هذا انا اليوم 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 انا فكرت فيها، يمكن لاني قاعده بطابق 32، عرفت شلون عم شوف هي الكم الهائل من السيارات يعني، وهذا الازدحام ربما. نعم. وانا بتصور انه بس ان شاء الله احنا نحلم يعني. هذا استشراف حلو ست منى. لا تستقيم الحكايه الا بثلاثيه الفروسيه والشعر والحب، كما يقول الشاعر الكبير محمود درويش، مقادير يصارعها السيف والقصيدة معا، فلا تكون غلبة إلا بهما مجتمعين. لم تنتصر قبيلة بلا شاعر، ولم ينتصر شاعر إلا مهزوما من الحب. دورك في صراع على الرمال، كلمينا بين هذه الثلاثية، وين منى واصف؟ أم
شيخة زوجة شيخ القبيلة عندها بنت وشابين. مرأة يعني في بداية العمل كتير إنسانة مع زوجها مع أولادها، لما بتنخطف بنت من بناتها من القبيلة الثانية أو بيظنوا إنه القبيلة الثانية، بيصير معها نوع من ردة الفعل إنه إذا صار حرب بين القبيلتين حيموتوا أولادها، فبتحاول تقنع زوجها الشيخ إنه خليها تروح حسنة يلي هي بنتها، بس بلا الحرب بلا هي التارات بلا يعني هنا عم بورجوكي من البداية إنه خطف وحرب وسقر وكلياته شيء بدون ما له مثمر ما في جدوى يعني. بعدين تتحدى زوجها، ولأول مرة بتتحدى زوجها وبتوقف قدام كل القبيلة وبتقول له إنه أنت غلطان وأنت رايح على الحرب مشان فقر ما له أي طعمة، ويروحوا كل هدول الشباب لدرجة إنه ما بدي أحكي لك بس يمكن تطلق عشان ما نحرق الموضوع بدي أقول لك يعني. نعم نرجع. بتضل هي المرأة يعني بتضل قوية وكأنها زعيمة القبيلة لأنها زوجة زعيم القبيلة. إيه زوجة زعيم القبيلة بس ما لا يعني كانت هداك الدور ما قبل الثأر لكن بعد الثأر بتصير بتجابه الرجل، حتى كل نساء القبيلة بيوقفوا يعني إنه يعني المرأة إنه إلى دور، وين هدول أزواجنا وولادنا وين رايحين في سبيل من من أجل ماذا يعني إلى أين؟ نعم. طبعا نعم. نرجع لمنى الصغيرة، يعني أنت ابنة لأب مسلم من دمشق وأم مسيحية من وادي النصارى، ما الذي أعطاك هذا يعني اللي ممكن نقول هذا المزيج من الدينين؟ يعني هل هناك تميز لمنى بصور من هذا المنطلق يعني؟ من هذا المنطلق أنه يعني بالأول أمي عارضت وبعدين صرت مو مسيحية يمكن سبب، واني اركب بسكليت وموتور وباتيناج بعتقد نوع من تربيه الام المنفتحه شوي كدين منفتح. نعم. حتى عارضه ازياء ستمنى يعني في بيئه محافظه الى حد في بيئة ما محافظه يعني في كثير شغلات حتى طريقه لبسنا وطريقه كذا كان في يعني كان في شيء حتى بالمدرسه بتحسي انه انا كنت احس انه في عندي هيك شيء يعني شيء مختلف بس اللي ضربني وسحقني هو الطلاق هو الطلاق وانا صغيره يعني واكتشفته بالمدرسه ما بعرف سبع سنين شو يعني طلاق، هذا اللي سحقني بس بالاول كنت كثير حاسه انه 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 انا شغله مهمه، بعدين اكتشفت اني انا مو شغله مهمه ابدا، انا ذره غبار على شجره يا بينبت لها هيك نبته صغيره يا بتروح. نعم صارت معي فترات طويله يعني. نعم رغم انك عشتي في كنف ام مطلقه لكنك دائما تقولين انها لم تمنحني الحب فقط ولا الحنان، انها كانت كل شيء، ام عظيمه. هل استطاعت ان تحل محل الاب في الحياه؟ استطاعت. بعدين هي تزوجت بس تزوجت انسان الله يرحمه عمي قال له لا بناتك قبلك، انا على فكره امي يعني اهلها كانوا ضد هذا الزواج لانه من دين مختلف فما كان إلى حدا، ولما طلقت حملتنا ما احنا بنات ثلاثه سبعه باربعه اقل من سنه حملتنا وراحت ما لا اهل ما لا حدا ما لا شيء، مراه جميله وذكيه فقط لا غير. لما امي بتاخذنا الناجز يعني الاب ما بيدفع نفقه فهي اللي تعمل كل شيء للاولاد، هي انا امي كانت قانوني يعني لما امي بتقول هذا ما بصير وهذا بصير اي تقود الاشياء أي يعني طبعا امي تقود الاشياء. خذيتي منها هذا الشيء؟ اخذت كل الادوار الصعبه اللي انا اشتغلتها بحياتي اللي فيها انا هي من والدتي، لانه والدتي شو بدي اقول لك انا بزعل كل يوم بعمري لما بعرف اني انا زعلت منها لما اكتشفت انه هي امراه مطلقه، بزعل لاني زعلت منها من بقلبي بدون ما اقلها. هل هذا كان يعني انك كنت بعيده عن الاب؟ وين كان الاب؟ موجود بس ما عندها حضور في حياتكم لا 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 ولا حضور بحياتي ولا دور لا لا لا, لا امي كان زوج الام هو اللي ايه لا شك انه كان اب ثاني لا شك انه كان اب ثاني نعم. بس ابي من شخصيات غوركي وتولستوي بجوز وانا صغيره
يعني كنت احس انه ابي لازم يكون وزير وعمي جوز امي لازم يكون وزير، انا ما كان عاجبني شيء يعني بدي كان اكثر يعني عرفتي كيف. حتى عمي زوج امي كان مفتش مهني اول فتره عجبني بعدين ليش مو وزير يعني انا من النوع. بس بعدين لما كبرت ونجحت بالتمثيل ما بدي اقول لك الشهر بدي اقول لك حبوني الناس اني انا ممثله، حسيت انه هدول اهلي وانه ابي لو ما كان ابي هيك يمكن انا ما كنت ممثله. نعم. بيئه طفولتك لنرجع لنقل يعني هذه البيئه الدمشقيه في حي الشعلان بدمشق، شعلان، هل هذا البيت الذي ولدتي فيه موجود لحد الان؟ بتروحي له؟ في عندك يعني صداقات رفاق طفوله ما زلتي على صله بهذه البيت اللي انا ولدت فيه بشارع العابد جنب الشعلان يعني بعد ما تركت امي يعني عشنا بالشعلان بس انا بشارع العابد بيتنا يلي انا انولدت فيه ضل فترات كبيره موجود من كم سنه سنت اللي رشحت حالي لمجلس الشعب رحت بدي اعلق ورقه لانه كنت نادره هيك اعمل. نعم. كان سوبر ماركت بس كل الاهل الحاره لانه شارع العابد